الكرام، وهكذا ينطلق شوط الختام، شوط الوداع لهذا اليوم الثاني من عمر هذا المهرجان. شكرا لزميلي سالم بركاض العليلي اللي أيضا قدم الشوط قبل الأخير في هذا المهرجان في هذه اللحظات. وعلى الهواء مباشرة ننتقل بكم إلى حمود راشد اليماحي والشوط شوط الختام شوط الوداع، فإلى الوصف التفصيلي. مولينه بالملايين يبغي سبوه وتكسر زمان. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحبل الكريم مشاهدينا الأعزاء، أسعد الله مساءكم بكل خير، حيث أعلنت انطلاقة الشوط الثامن المخصص لسن الجعدان اللقايا المهجنات الأصايل ضمن هذا المهرجان الختامي 23 الذي أيضا يقام على أرضية ميدان سوان بإمارة رأس الخيمة. وأيضا ضمن هذا المهرجان التراثي الأصيل للرياضة العربية الأصيلة لسباقات الهجن. أيها الحبل الكريم مشاهدينا الأعزاء، قبل لحظات أعلنت انطلاقة الشوط الثامن وشوط الوداع ينطلق بإذن الله تعالى. نطلب من الله التوفيق والسداد والنجاح. أذهب إلى صدارة هذا الشوط، إلى مقدمة هذا الشوط شاهين من يسيطر على زمام الأمور لسمو الشيخ زايد بن المر مكتوم المكتوم حمد أحمد بن علي بن عامر العويسي، هو من يضمر هذا الشعار ويضمر شاهين. المركز الثاني شاهين على المركز الثاني لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي في عملية التضمير، بينما المركز الثالث أصبح من نصيب هملول لسمو الشيخ أحمد بن صقر القاسمي حمد السعيدي في عملية التضمير. الدور دور المركز الرابع، المركز الرابع 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 أصبح من نصيب المركز الرابع. هناك متعب من يأتي على المركز الرابع لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم وسعيد بن محمد بن حزيم الفلاسي في عملية التضمير. انتقل مباشرة إلى المركز الخامس حيث يتقدم على المركز الخامس هملول سمو الشيخ أحمد بن صقر القاسمي وحمد السعيدي في عملية التضمير. هكذا كان النداء إلى الخمس المراكز الأولى المتقدمة، دعناها لحضراتكم بالوفاء والتمام. أعود إلى الصدارة، أعود إلى مقدمة هذا الشوط. شاهين ما زال هو من يتربع على عرش القيادة، هو من يتمسك بصدارة هذا الشوط ويحتل المركز الأول لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم وحمد بن علي العويسي في عملية التضمير. المركز الثاني يصل إرسال لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم الثاني سالم بن عامر بن راشد المدهوشي، هو من يقدم لنا إرسال ويرسل إرسال إلى مقدمة هذا الشوط ويحتل المركز الأول، بينما المركز الثاني يصل شاهين على المركز الثاني لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ويضمر شاهين أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي، بينما الوصول على المركز الثالث هنا الوصول من الباز لسعادة الشيخ جاسم بن خليفة بن جاسم الثاني وجابر بن علي بن جابر بن معيقيل أيضا في عملية التضمير. غير الآن على المركز الثاني، المركز الرابع يا سلام يا سلام يا المركز الرابع. هناك متعب لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم وسعيد بن محمد بن حزيم الفلاسي في عملية التضمير. المركز الخامس يا سلام، المركز الخامس يصل في هذه اللحظات شاهين لسمو الشيخ زايد بن المر مكتوم آل مكتوم وحمد بن علي العويسي في عملية التضمير. هكذا كان النداء الثاني ونداءنا الثاني للخمسة المراكز الأولى والشوط
شوط الوداع في الفترة المسائية ضمن هذا المهرجان، مهرجان الختامية الثلاثي 23، ما شاء الله الذي يقام على أرضية ميدان السوان، ميدان اللصايل ومنبع اللصايل بإمارة رأس الخيمة. أعود إلى الصدارة، أعود إلى مقدمة هذا الشوط، إرسال إرسال إرسال، الله يا إرسال، هو من يتربع على عرشه القيادة لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم آل ثاني وسالم بن عامر بن راشد المدهوشي في عملية التضمير، بينما الوصول على المركز الثاني من الجنب الثاني يصل متعب لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم وسعيد بن محمد بن حزيم الفلاسي في عملية التضمير. شاهين من ياتي على المركز الثالث لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان وأحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي، مقدم لنا شاهين على المركز الثالث، بينما المركز الرابع، الله على المركز الرابع، المركز الرابع ارصد لي براق، وصل براق ما ذيبنا على طاري الا عند الكيلو الاخير، براق وتعود ملكيته لسمو الشيخ احمد بن سعيد بن راهد النعيمي فايز بن غفان اليابري. يا سلام بو حمد بو حمد بو حمد، مقدم لنا براق ويطلق عنان براق، يا سلام غير براق غير براق على المركز الثالث، الله الله الله. اعود الى الصدارة، التغيرات التي جرت وطرت على مقدمة هذا الشوط، متعب غير على الصدارة واحتل المركز الاول لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راهد آل مكتوم وسعيد بن محمد بن حزيم الفلاسي، هو من يطلق عنانه متعب، الله الله، ولكن عاد ارسال عاد ارسال، الله يا سلام يا سلام، ارسال ارسال ارسال، هو من يخطف المركز الاول، يا سلام، ويغادر يغادر الى خط النهاية، يغادر الى الناموس، يغادر الى الفوز، ارسال، ولكن ولكن شوف شوف اللي قادم شاهين، الله الله، بدرة الاوامر صدرة الاوامر النهائية في الامتار الاخيرة، ارسال وصوغان، ارسال وشاهين، الله الله، التحدي الاخير، ولكن شاهين شاهين بدأ ينتزع المركز الاول لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل الهيان احمد بن خلفان بالصايغ المزروعي الكعوايد، الله يا سلام يا سلام، ما شاء الله، الامتار الاخيرة الامتار الاخيرة، والنقطة الرابعة في مساء هذا اليوم مساء السوان، واسعد الله صباحكم يا هالي سويحان، تهانينا لسيدي سمو الشيخ سلطان بن زايد آل الهيان كما هني احمد بن خلفان بالصايغ المزروع الفوز جاي من المركز الاول، المركز الثاني يحتل المركز الثاني ارسال لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم الثاني، والمركز الثالث المركز الثالث براق لسمو الشيخ احمد بن سعيد بن راشد النعيمي، والمركز الرابع المركز الرابع كان من نصيب براق لسمو الشيخ محمد بن سلطان بن احمد المعلى، والمركز الخامس المركز الخامس كان من نصيب شاهين لسمو الشيخ زايد بن مكتوم المكتوم. هكذا أعزائي المشاهدين عشنا أحلى دقائق وأحلى لحظات في شوط الوداع، ولكن استطاع شاهين أن يخطف الفوز والناموس. التوقيت الزمني سبع دقائق 44 ثانية وجزء واحد من الثانية، تانينا لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان على فوز شاهين، كما أيضا هني أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي، والمركز الثاني المركز الثاني كان من نصيب إرسال، والتوقيت الزمني كان في أيضا في 7 دقائق 44 ثانية و19 جزء من الثانية، تهانينا لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم الثاني، والمركز الثالث المركز الثالث كان من نصيب براق لسمو الشيخ احمد بن سعيد بن راهد النعيمي، قاطع المسافة 5 كيلومتر في زمن وقدر 7 دقائق 44 و37 جزء من الثانية، تهانينا الى الجميع، تهانينا إلى الجميع في هذه اللحظات. كان هكذا أعزائي المشاهدين كان انطلاقة الفترة المسائية لهجن أصحاب السمو الشيوخ، تهانينا إلى الجميع، الحيل الميكروفون إلى الزميل محمد غانم مصطفى.